معايا لك من الاخر كده شوية موبايلات اسعارها نزلت وبقت ممتازة جدا جدا جدا، مش بس موبايلات من 2021، لا دي موبايلات نازلة في 2022 سعرها نزل حوالي 1000 او اقل من 1000 جنيه. قبل ما اقولك اي حاجة على طول، انزل اخبط زرار اللايك، كسر زرار الاشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. عايزين نوصل 50000 مشترك في اقرب وقت. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز. واول موبايل معانا مبدئيا كده هو الشاومي ريدمي نوت 11 برو النسخة الفور جي. انا ما كنتش اتكلمت عن الموبايل ده خالص وما كنتش برشحه لانه كان في فئة 7000 جنيه وما كانش بيقدم اي قيمة تماما بالنسبة لي مقابل السعر، ولكن انا جاي لك مع عرض ممتاز جدا للموبايل حاليا للنسخة 6 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكرة داخلية، سعرها دلوقتي على نون 6300 جنيه وتعتبر دلوقتي صفقة ممتازة جدا بعد السامسونج M52. يعني مبدئيا انا بنصحك انك لو لقيت السامسونج M52 في فئه 6000 تشتريه، ما لقيتش بقى السامسونج M52 يبقى هنا الريدمي نوت 11 برو صفقه ممتازه. هنا انت معاك شاشه اموليد 120 هرتز ممتازه جدا وسطوعها ممتاز، السطوع هنا في الريدمي نوت 11 برو اعلى من السامسونج M52. هنا كمان انت معاك معالج يعتبر كويس جدا، هو طبعا اقل بشويه حلوين عن المعالج الموجود في السامسونج M52 ولكنه بعيدا عن السامسونج M52 يعتبر من اقوى المعالجات الموجوده حاليا في الفئه السعريه دي، وهو الميديا تك هيليو جي 96. الموبايل ده يعتبر من موبايلات شاومي اللي مشاكلها قليله مش كتيره، يعني مشاكله تعتبر بالنسبه لي اقل من الريدمي نوت 11 واقل من الريدمي نوت 11 اس مع ان الاثنين نفس المعالج. هنا انت معاك شاحن ممتاز ويعتبر فرق كبير بينه وبين اي موبايل موجود في الفئه السعريه دي. هنا الشاحن 67 واط، معاك سماعات ستيريو، معاك بصمه ممتازه موجوده في زرار باور، ومعاك بطاريه بتكمل اليوم بدون اي مشاكل. فلو انت عايز تشتري موبايل في فئه 6000 جنيه حاليا بعيدا عن السامسونج M52 فانصحك بالريدمي نوت 11 برو دلوقتي، الصفقه ممتازه انصح جدا بشرائه حاليا لان الموبايل يعتبر من الموبايلات اللي نازله السنه دي. اما بالنسبه للموبايل الثاني بقى فهو خاص بالشخص اللي بيحب اوبو، واحد عايز يشتري موبايل جديد من شركه اوبو ومش عارف يشتري ايه ومعاه 6500 جنيه وعايز يجيب موبايل حاليا ومش عايز اي شركه ثانيه غير اوبو، وهو بالنسبه لي الاوبو A95. موبايل يعتبر منطقي لو انت بتحب موبايل من اوبو، هسيب لك برده لينك الموبايل ده تحت في الديسكربشن. واهم ما يميز الموبايل ده هي شاشه الاموليد الممتازه اللي بتديك الوان كويسه جدا وبتديك اضاءه تعتبر كويسه، ولكن خد بالك الموبايل ده لو هنحطه مع السامسونج M52 هنحطه مع الريدمي نوت 11 برو، فانا انصح بالسامسونج M52 والريدمي نوت 11 برو اكتر بكتير من الاوبو. ده موبايل للشخص اللي بيحب اوبو، لو عايز موبايل من اوبو جديد في فئه 6000 جنيه قدامك حاليا الاوبو A95، لان الرينو 6 حاليا سعره حوالي 8500 جنيه ده لو لقيته اصلا موجود. الموبايل اللي بعده هو بالنسبه لي القيمه مقابل سعر حاليا في اول فئة ال 5000 جنيه، الموبايل ده حرفيا كان سعره 5300 جنيه، نزل 300 جنيه وبقى سعره دلوقتي 4999 جنيه وهو الانفينكس نوت 11 اس، الموبايل ده فعلا ممتاز، نفس بالظبط الانفينكس نوت 11 برو ولكن اقل منه في الكاميرا، يعني هنا انت معاك شاشة اي بي اس 120 ممتازة وتعتبر كويسة جدا على فئة سعر الموبايل ده، معاك المعالج الميديا تك هيليو جي 96، ده في شركات اصلا حاليا بتقدم سناب دراجون 680، فما بالك موبايل جاي بالمعالج ده في فئه ال 5000 جنيه ويعتبر اقوى معالج في الفئه السعريه دي بعيدا عن الريدمي نوت 10 اس، مفيش غير الميديا تك هيليو جي 95 الموجود في ريدمي نوت 10 اس اللي يقدر يتفوق على ال 96 وبرده مش بفرق كبير، فهنا انت بتاخد استخدام يومي ممتاز مع سوفت وير انفينكس اللي يعتبر بالنسبه لي انا مستقر حاليا عن شاومي، وكمان بتاخد اداء العاب يعتبر ممتاز، معاك بقى شاحن 33 واط، معاك سماعات ستيريو، معاك بصمه موجوده في زر الباور، زي ما قلت لك الانفينكس نوت 11 اس نفس بالظبط الانفينكس نوت 11 برو، ولكن التقصير هنا او نقطه الضعف هنا في الموبايل او التنازل هنا جاي على حساب الكاميرات، ولكن عايز اقول لك ان الانفينكس نوت 11 برو كاميراته مش ممتازه وما يعتمدش عليها، وفي موبايلات كتير من شركات ثانيه احسن من انفينكس في التصوير، فده من الاخر موبايل للشخص اللي بيدور على اداء ممتاز وبيدور على كماليات كتير ومش عايز الكاميرا او عايز كاميرا متواضعه، بس اهم حاجه عنده ان الموبايل يقدم
يقدم له قيمه مقابل سعر في الحاجات الباقيه وفي نفس الوقت يدفع فلوس قليله، فانا شايفه صفقه ممتازه. برضو هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده فهو موبايل برضو من شركه انفينكس، يعتبر ممتاز جدا، يعتبر هو اعظم واقوى موبايل حاليا من شركه انفينكس، وهو الانفينكس زيرو اكس. بتاخد الميديا تك هيليو جي 95، بتاخد شاشه اموليد 90 هرتز، الوانها تعتبر كويسه وبتديك اداء ممتاز جدا، بتاخد كاميرات تعتبر كويسه في ضوء النهار، وبتاخد معاك كاميرا بيريسكوبيه بتوصل لحد 60 اكس ديجيتال زوم. لو انت بتدور على موبايل مختلف في فئه 6000 جنيه بيقدم كاميرا زوم ممتازه، بيقدم برضه معالج يعتبر كويس، بيقدم شاشه كويسه، بيقدم برضه سماعات ستيريو وشحن سريع وكمان بطاريه ممتازه، والاهم انك ما عندكش مشكله تتقبل انفينكس في الفئه السعريه دي، فالانفينكس زيرو اكس يعتبر صفقه كويسه جدا دلوقتي، ويعتبر بيقدم خلطه متوازنه في الفئه السعريه دي بعيدا عن الريدمي نوت 11 برو وبعيدا عن السامسونج ام 52. اما بالنسبه للموبايل بعد كده فهو موبايل من شركه واوي. عشان في ناس بتقول لي انت ما بترشحش شركه واوي ليه، او ما بتتكلمش عن شركه واوي ليه، وقلت الموضوع ده قبل كده، قلت عدم ترشيح لشركه واوي هي فكره خدمات جوجل. في ناس كتير او اغلبنا اساسا معتمد حاليا على خدمات جوجل، ممكن تعمل شويه حاجات في السوفت وير عشان تقدر تنزل حاجات دي بطريقه غير رسميه وتستخدمها، ولكن بطريقه رسميه مش هتقدر تستخدم خدمات جوجل تماما. فلو انت شخص مش محتاج خدمات جوجل او ما عندكش مشكله تعمل شويه خطوات عشان تنزل خدمات جوجل، بس المهم انك تحصل على تجربه واوي، فالنوفا 9 اس اي يعتبر صفقه كويسه جدا من واوي حاليا. النوفا 9 اس اي نفس امكانيات بالظبط موبايل من اونر، وهو الاونر اكس 8، نفس الامكانيات بالملي، كل حاجه واحده، الشاشه الاي بي اس 90 هرتز، عندك كمان المعالج 680 السناب دراجون، عندك كل حاجه واحده في الموبايلين، ولكن الواوي بيتفوق في حته الكاميرات، الواوي بيقدم تجربه معالجه وصور افضل. هسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكربشن، ولكن عايز اقول لك انت ممكن تاخد نفس التجربه ومع خدمات جوجل مع الاونر اكس 8. انا شايف ان الاونر اكس 8 دلوقتي حاليا يعتبر صفقه افضل. موبايل واوي ده من الاخر انا جايبه للشخص اللي بيحب واوي، اما لو انت بتدور على القيمه مقابل سعر فانا شايف ان الاونر بيقدم قيمه افضل مقابل السعر، وهسيب لك برضو لينك الاونر اكس 8 تحت في الديسكربشن. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده بقى، فالموبايل ده كنت عملت له فيديو مخصوص واتكلمت عنه وقلت ان هو جاي مصر قريب، وفعلا الموبايل وصل مصر وموجود حاليا على امازون، ولكن سعره هو اللي ما كنتش اتوقعه الصراحه، وهو من الاخر كده الريلمي جي تي نيو 3 اللي انا كنت اتكلمت عنه وقلت انه جاي بشاحن 150 واط. وعايز اقول لك ان النسخه فعلا ال 150 واط هي اللي موجوده حاليا، ولكن سعرها يعتبر عالي شويه. الموبايل دلوقتي سعره 13200 جنيه موجود على امازون. الموبايل بصراحه امكانياته تعتبر مبهره جدا، يعني انت معاك هنا شاحن 150 واط، معاك بطاريه ممتازه، معاك شاشه اموليد 120 هرتز فيها كل حاجه انت عايزها، معاك معالج ممتاز الدايمنسيتي 8100 من شركه ميديا تك، معالج قريب جدا من السناب دراجون 380، يعتبر ما فيش فرق ما بينهم. فمن الاخر ده موبايل يعتبر متكامل بشكل كبير، كل حاجه انت عايزها، اداء صاروخي في الالعاب والاستخدام اليومي موجود، عندك شاشه ممتازه مش ناقصها اي حاجه موجود، عندك شاحن سريع خطير جدا ما فيش الرقم ده مش هتسمعه اصلا، 150 واط موجود. هسيب لك لينك الموبايل ده تحت في الديسكربشن لو حد بيدور على موبايل متكامل ومختلف عن اي موبايل موجود وبيقدم سرعه شحن مش موجوده في اي موبايل حاليا في السوق، فريلمي جي تي نيو 3 يعتبر صفقه كويسه جدا للشخص اللي بيفكر التفكير ده. اما بالنسبه لاخر موبايل معانا في الفيديو، فالموبايل ده انا اتكلمت عنه كتير جدا جدا جدا، وهو اكيد السامسونج A52S. الموبايل حرفيا قرب يخلص من السوق، ما عادش منه غير كام نسخه، وانا من الاخر جايب لك سعر للموبايل يعتبر كويس جدا، 8500 جنيه، نفس السعر اللي كان عليه من فتره، هو لسه زي ما هو عليه. برضه الموبايل ده احسن واعظم موبايل انا جربته في الفئه المتوسطه حاليا، ويعتبر هو الموبايل المتفوق على كل الموبايلات في الفئه السعريه بتاعت ال 8000 جنيه. ما دام انت شخص عايز تلعب العاب كويس وعايز تاخد موبايل متكامل وما بتفكرش في سرعه الشاحن وعايز اخطر كاميرات موجوده في الفئه المتوسطه، فرشح لك بشكل كبير السامسونج A52S. احتمال ما تشوفش تاني من سامسونج موبايل زيه كده ناجح بالشكل ده غير بعد 3 او 4 سنين من دلوقتي. دي كل الموبايلات اللي سعرها نزل بشكل كبير، في موبايلات منها السنه دي وفي موبايلات منها من السنه اللي فاتت، واكيد متابع معاك في السلسله دي، واي موبايلات سعرها هينزل هتلاقيني على طول بعمل لك فيديو وبلغك بيه، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.